ما هو منطلق الدعوة وما هو أول الأشياء التي علينا أن نولى بها وأن نعتني بها في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ والجواب أن أول ما يدعى الناس إليه إلى توحيد الله جل وعلا، وهذا هو معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فدل ذلك على أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد بإفراد الله بالعبادة. وشاهد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت دعوته إلى التوحيد ابتداء، فإنه لم تفرض عليه الفرائض ولم توجب عليه الواجبات الأخرى إلا بعد سنوات من دعوته للتوحيد. فقد بعث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، والإقرار بأن العبودية الحق تكون له سبحانه وتعالى. ولم تفرض الصلاة عليه، وهي من أوائل ما فرض عليه صلى الله عليه وسلم إلا بعد السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم. 10 سنين يدعو إلى التوحيد بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. ومن هنا فمن ظن أن البداية في الدعوة تكون بالدعوة إلى الأخلاق فإنه قد أخطأ، لأن هذا يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن الأخلاق إذا لم تبنى على توحيد الله بالعبادة فإنها ما أسرع أن تتفلت عن صاحبها. فمتى كنت تخاف الله وترجوه وحده ويتعلق قلبك به، كان انطلاقك للأخلاق عبودية لله لا تستطيع أن تنفك عنها، بخلاف من كان متمسكا بأخلاق بدون أن يبنيها على التوحيد، فإنه إذا جاءه ما يحوله عن الأخلاق إما لأغراض فاسدة أو لمقاصد دنيوية فإنه ما أسرع أن يترك تلك الأخلاق. وهكذا من ظن أن البداية تكون بالدعوة فإنه مخطئ، إذ لا يمكن أن يكون هناك دعوة إلا إذا كان هناك أشياء يدعى إليها، وأول ما يدعى إليه التوحيد. فمن لم يبني دعوته على التوحيد فإنه حينئذ في الحقيقة لا دعوة صحيحة عنده.